حلمنا بالوصول إلى أوروبا. يعيش هؤلاء هنا في انتظار إتمام الرحلة، فينتهي بهم المطاف باحثين في النفايات عما يسد جوعهم ويبقيهم على قيد الحياة لأسابيع أو أشهر. وعلى الساحل المتوسط لشمال المغرب ينتظر يوسف ابن غينيا صاحب 20 عاما أن يحين الموعد ليكمل مسيرته نحو الشاطئ الأوروبي. ومثل كثير من المهاجرين الشباب يعتبر يوسف المجيء إلى هنا رغم قسوة ظروف المعيشة جسر نجاة للهروب من بلدان إن عدمت فيها فسحة الأمل تحت وطأة الفقر المدقع. أمي ستمرض إذا رأت هذا المشهد. نعيش في وضع صعب للغاية، لا نستطيع العثور على عمل ونقتات من النفايات. وتفصل هذه المنطقة الحالمين بالهجرة عن مدينة سبتة المغربية التي تحتلها إسبانيا، والتي يريد كثير من الأفارقة دخولها بعد أشهر أو سنوات من التيه في القارة السمراء، كما حدث مع يوسف الذي وصل إلى المغرب قبل 5 سنوات بعد رحلة خطيرة عبر أراضي مالي والجزائر. بيننا من يحلم بالدراسة أو العمل أو احتراف كرة القدم، أنا أحلم بالدراسة في إسبانيا. وخلفت المحاولات المتكررة لاختراق هذا المعبر الحدودي أثر جروح تذكر المهاجرين يوميا بالمعاناة التي ستحملها محاولة الغد التي يعلمون مخاطرها جيدا، لكن ليس لديهم ما يخسرونه. تمكنت من العبور 3 مرات لكنهم طردوني، مع ذلك ما زلت مصمما على تكرار المحاولة. سأصل إلى إسبانيا وسأتدرب في نادي برشلونة لكرة القدم. ووفقا لتقرير للخارجية الأمريكية فإن المهاجرين هم أكثر عرضة للاتجار بهم، كما كشفت وثيقة للوكالة الأمريكية لمحاربة الجريمة أن شبكة تهريب البشر في إسبانيا تجني ما بين 2000 و8000 يورو على تهريب المهاجر القاصر. لكن رغم كل هذه المخاطر يجتذب الطريق البحري بين المغرب وإسبانيا مزيدا من المهاجرين يوميا، بل بات بمثابة إحدى البوابات الرئيسية للعبور إلى أوروبا.